تشيني وايطاليا، انت الكره الايطاليه يعني متابع؟ انا لا انا يعني متابع ايطاليا طبعا، وما كنتش متفاجئ يعني، كنت متوقع انها تعمل ماتشات كويسه جدا، لكن انا عاجبني اداء الفرقه، يمكن عكس تماما شكل الايطالي على فكره، هو بيلعب بشكل مختلف، استحواذ كبير جدا، لعب على الجون بشكل مستمر، زياده عدديه من كليني مثلا بيلعب سيرد باك وكان على طول زايد في نص الملعب وكان هيجيب اجوان، الحاجات دي كنت بشوفها في ايطاليا زمان، يعني ايطاليا تجيب جون وقابلني بقى لو عرفت تخش ال 18، لكن لا بيلعب ماتش بشكل مختلف تماما، اللعيبه معظمها ما حدش يعرفها على فكره، يعني لازم تبقى انت متابع الدوري الايطالي عشان ما فيش سوبر ستار، يعني اكتر واحد هتلاقي انسينيا مثلا بيلعب في نابولي، ايموبيلي في لاتسيو، ما فيش حق يعني، مش اللعيبه الاسامي اللي لو انت مش متابع الدوري مش هتبقى عارفها، هتبقى متفرج عليهم زيك مش عارف مين دول، لكن عاملين شكل كويس قوي. مانشيني يعني عودته لمنتخب ايطاليا بعد ما كان انديه دي كانت مشكله كبيره في ايطاليا، ان اي نجم كبير ما بيروحش المنتخب الايطالي، عشان كان في فتره ايطاليا بتجيب مدربين مش بقيمه المنتخب الايطالي، مش زي زمان ان اي مدرب ماسك فرقه بياخد فلوس كتير، بياخد 10 و12 و8 مليون، اللي بيمسك منتخب بياخد 2 و3، فبتبقى الامور ما بيجوش حد جامد، يمكن مانشيني اول واحد من فتره كبيره يمسك بسي في كويس بمناخ كويسه، فانا شايف ايطاليا يعني مش مفاجأة بالنسبة لي، واعتقد انها تعمل بالنسبة للمستويات اللي شفناها في كل الفرق، لا من احسن فرق بتلعب كورة يعني.